التأهب الدائم، الاستعداد والجهوزية العالية لمواجهة أي طارئ، هكذا هم منذ 100 عام وحتى اللحظة، حراس أمناء لسر هذه الأرض ولأبنائها. نذر أبناء الشرطة العراقية أنفسهم لخدمة الوطن والمواطنين. كل عام والشرطة العراقية البطلة بألف خير بمناسبة ذكرى 100 لتأسيس هذا الجهاز البطل. اليوم احنا كوزارة الداخلية وكقيادة شرطة محافظة بغداد تطلع هذه الوزارة وهذه القيادة بمهام عديدة كان لها الأثر الكبير في حفظ الأمن والنظام ضمن قواطع المسؤولية ونقاط المهام. الآن أنتم في داخل قيادة شرطة محافظة بغداد، قوة السوات اللي تابعة إلى القيادة، هذه قوة يتم استخدامها في القضايا اللي تحتاج تدخل سريع وإجراء سريع وانتقال إلى محل حادث لا سامح الله أو أي إجراء يعني استباقي أو عملية استباقية يتم القيام بها من قبل تشكيلات القيادة بناء على أمر وتوجيه السيد قائد شرطة بغداد. يقفون عند الطرقات متربصين بمن يضمر السوء أو الجريمة بحق الوطن، عيونهم تقتنص المخالفين والعابثين بأمن البلاد. مهام الشرطة العراقية كثيرة ومسؤوليتهم كبيرة لافتراش الأرض بالسلام والأمن. تيمة الشرطة صارت 8 سنين خدمة الوطن والشعب، نعمل هنا سيطرات مشتركة والسيطرات يعني مناطق متفرقة لحماية الشعب والوطن. بعد عام 2003 تضاعفت مهامهم وتنوعت صنوفهم، فبين مهام أمنية داخلية كمواجهة جرائم القتل والتجار المخدرات أو تعاطيها، وبين مهام اجتماعية مستجدة كحماية الأسرة والشرطة المجتمعية التي من مهامها فك النزاعات الاجتماعية، لا يزال منتسبو هذا السلك عيونا ساهرة لاحتواء الوطن ومنح السلام لأبنائه، لا تنام حتى تبسط القانون وترفع أعلام الطمأنينة. زينب المشاط، حديث بغداد، MBC العراق. حياكم الله من جديد، أرحب وأحتفي وكل عام والشرطة العراقية بألف خير، كما أرحب بضيوفي في الاستديو سيادة اللواء الركن ماجد فالح الموسى وقائد شرطة بغداد. أقول لك مساء الورد، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، حياك الله. شكرا. كما أرحب بسيادة اللواء خالد محنة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أقول لك مرحبا وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، حياك الله. يميز هذا العيد سيادة اللواء بأنه عيد المائت، يعني قرن كامل من عمر الشرطة. شو تقول؟